כוכבת של שמש על הים התיכון. אהלה וסהלה ומרחבا بكم لكل سواح من الإمارات اللي جايين زيارة على دولتنا الصغيرة ومكرمة الضيوف إسرائيل. طال عمركم. שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. אבל אישי, רח תיוסלו אל המטר בן גוריון. אל מטר מלאן כוות אמן ופחס אמני שדיד. إذا بسألوكم احكوا إنكم سياح من الإمارات مش عرب محليين بلاش يحجزوكم 10 ساعات ويضيع نهار. طيب يلا نفوت على السيارة ونبدأ من تل أبيب يافا. أنا رح أسوق هلأ. لكل السواح من السعودية اللي بالمستقبل رح يجوا يزورونا، بعرف إنه بالماضي كان عندكم نقاش عن موضوع النسوان والسواقة، بس تعرفوا إنه عنا هون فيش نقاش عن هذا الموضوع بالمرة. يلا مين أنت الخيشة يانا؟ يلا ساسا. وصلنا تل أبيب يافا، مدينة الشباب الحلوين والناجحين والمطاعم والبارات العايشة. جزء لا بسبب الوباء، بس ما تقلقوا، حسب التوقعات ربع من المطاعم رح تنهار ماديا وتسكر من هون لآخر السنة. هون في جنوب تل أبيب المتطورة في كتير ضيوف من السودان بنتعامل معهم بلطوف، خصوصا هلا بعد ما وقعنا معهم كمان اتفاقية السلام. تاكلوش هم، هاي بس نائبة في البرلمان من الحزب الحاكم. وطبعا ما بنفع ننهي الفيديو من غير ما نذكر اهم اشي، القدس. هون بيت رئيس الحكومة، بالعكس عنكم هون في عنا ديمقراطية وفي انتخابات 276 مرات بالسنة، وبفضل كمية الانتخابات نتنياهو رئيس الحكومة من لما كان عمري 7 سنين. وطبعا كما يليق في الديمقراطية هون بإسرائيل، إذا بنحبش إشي يسمح لنا التظاهر والاحتجاج. بعدها رح نزور الأماكن المقدسة وندخل نصلي في مسجد الأقصى. أنا رح أصلي لكم في حائط البرق عشان ما تستقبلوا كنادر وكراسي لروسكم من العرب اللي عايشين هون. مرحبا بكم هون، ارتاحوا وحسوا في البيت تبعنا، هذا بيتنا. طال عمركم.